عجينة ملفيه او عجينة بيتزا او عجينة شورت كريست، يعني زي ما انتوا عايزين، مش هتفرق عندنا نوع العجينة. صدور فراخ وبيض، كريمة حامضة اللي هو سار كريم، جبنة بارميزان، جبنة جودة، جبنة موزاريلا، فلفل الوان، سبرينج اونيون اللي هو البصل الاخضر، زبدة، لبن، بهارات، ملح وفلفل. أكلة دي خفيفة وجميلة وحلوة، بتخلي كده تفتح النفس. فيها مجموعة جبن، فيها كريمة، فيها سار كريم، يعني تحس ان هي أكلة غنية، أكلة غنية. طيب نحط الأول حبة الزبدة، بعد كده ادي البصل، وبعد كده نجيب الفراخ بتاعتنا نقطعها بقى بأي طريقة احنا عايزينها. ماشي، عايزين كل حاجة جوليان. جوليان يعني ايه؟ يعني متقطعة رفيع زي كده، ده بنسميها احنا يا طباخين جوليان كده، رفيعة كده. نقطع السبرينج اونيون، شوية دقيق سومولينا كده، مال القمر. لا اللي بفشر فشر قال لك كده كده يا باشا. ثلاثة سلكشن تو جيزر، بيقول لي يعني ايه سلكشن؟ يعني انت ما انت عارف ان انا بقى انت انت اصلا اللغه بتاعتك فرنساوي، انا اللغه بتاعتي شرقاوي. والله ما ارجع في كلامه. حط دول بس كده الاول اهو.